بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. والطقس النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. في النهاردة كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. كمان في فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد. شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز العالمي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا بالليل انتظرنا نسمه الهواء ما جاتش لحد دلوقتي، احنا في انتظارها النهارده، فعايزين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده. لا بالعكس، يمكن احنا من الامس انخفضت درجات الحراره، لكن هو كان انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره، كان اقل حده من اليوم اللي قبله. طبعا. لكن ان شاء الله متوقع من اليوم يكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره. يعني متوسط درجات الحراره اليوم متوقعه عظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه في الظل، لكن طبعا نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها لو تكون 37 درجه مئويه، فهنحس اليوم ان شاء الله ان في اختلاف كبير عن طقس امس واول امس، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على انخفاض درجات الحراره وتوزيع الرطوبه كمان في عمود الهواء ككل، بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها اصبحت كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، طبعا بتحمل بكميات من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه، لكن مصادر الكتل الهوائيه نفسها درجات الحراره فيها انخفضت، فبالتالي هنحس ان شاء الله بالانخفاض في درجات الحراره، واجواء اليوم هتبقى اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه للبلاد، لان المناطق اللي موجوده في السواحل الشماليه والقاهره الكبرى وشمال الصعيد هتشهد انخفاض في درجات الحراره. طبعا المناطق الجنوبيه اجواءها شديده الحراره رطبه، يعني الشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار اجواءهم شديده الحراره خلال فترات النهار، خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ووجود نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وعدم احساسنا بنسب الرطوبه، هنحس بالاجواء المعتدله في معظم انحاء الجمهوريه وخاصه في المناطق الشماليه، وهنحس بنسبه الهواء اللطيفه اللي احنا بنتكلم عليها ان في اختلاف في الاجواء عن الليالي الماضيه، ومتوقع كمان ان درجات الحراره دي تكمل معانا حتى نهايه لسه عايزه اسال حضرتك بقى هتفضل معانا كام يوم كده؟ يعني متوقع ان شاء الله يمكن لحد نهايه الاسبوع، مطلع الاسبوع اللي جاي يكون متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى في الظل ما بين 35 و34 درجه مئويه، لو مع وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها لو تكون 37 38، لكن طبعا هنحس باختلاف في الاجواء بشكل كبير عن الايام الماضيه وخاصه فترات الليل، بالاضافه كمان طبعا الشبوره المائيه لسه موجوده معانا في الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه او القريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن طبعا هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. خلينا ننوه كمان ان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه. كنت عايزه اسال حضرتك فعلا على البحرين، لان الناس كلها في اجازات دلوقتي صيفيه فبيسافروا، فبننزل المايه في البحر المتوسط وكمان في البحر الاحمر. هو بالفعل خلينا نتكلم على البحر المتوسط، لان البحر المتوسط هو اللي هيكون عليه اضطراب اليوم، هيكون الاضطراب على الشواطئ مطروح والعلمين والاسكندريه، ارتفاع الامواج ما بين 1.5 ل 2.5 متر، فالساده المصطفين على الشاطئ ناخد حذرنا بشكل كبير. لكن خلال الايام المقبله سرعات الرياح هتزيد اكتر، تبقى من 50 ل 60 كيلو متر على الساعه، وارتفاع الامواج كمان هيزيد، هيكون من بين 2 الى 3 متر، فهيكون البحر غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ومتوقع ان البحر المتوسط يستمر معانا كده حتى نهايه الاسبوع، يعني يمكن لحد يوم الخميس ويوم الجمعه يفضل بس. كويس طبعا ان حضرتك نبهتينا لده، لان مهم جدا في الفتره دي نبقى عارفين حاله البحر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وبالنسبة للقاهرة فالعظمى 35 الصغرى 25، العاصمة الإدارية 36 25، اسكندرية 31 24، العالمين الجديدة 31 24، مطروح 30 23، دمياط 32 24، بورسعيد 36 24، اسماعيلية 36 24، السويس 37 25، العريش 32 24، كاترين 33 16، طابة 39 24،
حلايب 38 30 شلاتين 40 30 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 41 30 الفيوم 37 25 بني سويف 38 26 الوادي الجديد 45 27 أسيوط 40 26 سوهاج 43 28 قناة 44 28 الأقصر 45 27 أسوان 45 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، بس خلي بالنا كمان إن في ارتفاع في الأمواج على البحر الأبيض المتوسط، لكن كمان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فده هيخلينا أكيد بنستمتع بجو صيفي معتدل خلال الأيام اللي جاية. هرجع مرة تانية لأحمد عبد الصمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منار غانم، ويا رب كده يعني نسمة الجو اللطيفة تيجي مرة تانية زي ما قلت يعني.